السلام عليكم يا ناس البكالوريا، ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في مجموعه دروس كوردازات.com. اليوم مازلنا مع الدرس الاول في ماده الفيزياء بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه، هو درس متابعه تطور جمله كيميائيه في وسط مائي. اليوم الفيديو خاصه بالسرعات، لكن هذه المره حتكون عباره عن تطبيق ولا على شكل تمرين. هو تابع للتمرين اللي حليناه من قبل، اللي كان يتضمن تفاعل بين شوارد البيكرومات وحمض الاوكساليك. في التمرين درنا معادلة التفاعل، وتحصلنا أيضا على جدول تقدم تاع التفاعل كما راكم تشوفوا فيه. حسبنا كمية المادة الابتدائية، خرجنا المتفاعل المحيط والجدول والتقدم الأعظمي. أما اليوم راح نديرو جزء تابع لهذا التمرين لكن يتعلق بالسرعات. وفي الحقيقة راح نشوفو جزئين من التمرين. نبدأ بالجزء الأول اللي هو أسهل جزء. يقول: لتتبع تطور التفاعل نعاير شوارد الكروم المتشكلة بدلالة الزمن، فنتحصل على المنحنى البياني التالي الذي يمثل تطور كمية المادة بدلالة الزمن. احسب السرعة المتوسطة الحجمية لتشكل شوارد الكروم بين اللحظتين T1 و T2. T1 هي 4 ثواني و T2 هي 11 ثانية. ثانيا، احسب سرعة تشكل شوارد الكروم عند اللحظة T3 تساوي 8 سكند. إذا تعرفنا احنا في الفيديو السابق على كيفية حساب السرعات المتوسطة ولا اللحظية سواء كانت حجمية أو لا. إذا نحاول نحلو التمرين مع بعض. السؤال الأول يطلب منا حساب السرعة المتوسطة الحجمية لتشكل CR3+ بين اللحظتين T1 و T2. إذا نبدأ. بسم الله. حساب السرعة المتوسطة الحجمية بين اللحظتين T1 و T2. احنا عرفنا مع بعض قانون السرعة المتوسطة الحجمية لتشكل أحد النواتج، نرمز لها ب V فوليميك موين، نكتب الناتج تاعنا اللي هو CR3+ واللحظتين اللي هما T1 T2. إذا راكم مذكرين، قانون تاع هذه السرعة هو 1/V total في دلتا ان R3+ هنا دلتا. كنا احنا استعملنا هذا الرمز دلتا للدلالة على الفرق، لأننا ما تنساوش بأننا راح نحسبه بين لحظتين. وبالنسبة لفيتي هي الحجم الكلي. إذا نحاولوا نحسبه مع بعض. قلنا أن الخطوة الأولى لازم نروحوا للمنحنى البياني ونحدوا هذا اللحظتين على البيان. عدنا احنا اللحظة الأولى هي T1 هي ربما هي 4 سكوند، واللحظة T2 هي 11 سكوند. إذا نحدوها كما راكم تشوفوا المنحنى البياني تاعنا هنا راهو أولا لازم هذه الحاجة لازم تأكدوا عليها. كما راكم تشوفوا راهو بدلالة كمية مادة الناتج، والوحدة هي المينيمول، وبالنسبة للزمن الوحدة هي الثانية. إذا بما أنه المنحنى البياني هو بدلالة كمية مادة CR3+ وأنا نحاول نحسب كمية المادة، ومحتاجة أيضا حابة نحسب السرعة اللي هي أيضا بدلالة كمية المادة CR3+، إذا نستطيع استعمال هذا المنحنى بسهولة. إذا نعين النقطة الأولى هي 4 ثواني، هذه هي T1، والنقطة الثانية 11 ثانية يعني هنا T2. نروحو نديرو إسقاط تاع هاد النقطة. إذا هنا 11 ثانية حتكون هنا. إذا نستنتجو كمية المادة الموافقة في كل لحظة. إذا بالنسبة لT1 هذه هي
نسميها ان واحد، وهذه هنا اللي هي القيمة 1.5 نسميها ان 2. اذا راح نعوضوا في القانون تاعنا، يساوي 1 على في تي في تي 2 ناقص تي 1 ان 2 ناقص ان 1. هذه الطريقة اللي اتفقنا عليها. اذا 1 على في تي، في تي احنا شفناها من قبل هي مجموع الحجمين تاع المتفاعلات، يكون المجموع 100 مليلتر، بالتحويل حتصبح 0.1 لتر، 0.2 لتر في. إذا نستخرج ان 2 وان 1، ان 2 هي 1.5، ان 1 هي 1. إذا التعويض 1.5 ناقص 1، تي 2 هي 11 ثانية ناقص 4 ثانية. حاولوا نحسبوها بالآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة هي يعني ضرورية جدا في الامتحان، يعني لازم تتوفر، هذه حاجة أكيدة. إذا النتيجة تكون 0.35، وبالتدوير تصبح 0.36 الوحدة. الوحدة وش نديرها؟ احنا مادام ما حولنا حتى حاجة، اذا نخليو نفس الوحدات الممثلة في المنحنى البياني تاعنا، اذا ميلي مول في الثانية، وبالتالي تصبح لدينا الوحدة ميلي مول على ثانية في، متنساوش الحجم اللي كان باللتر، اذا باللتر من المستحسن أنكم ديروا هنا نقطة. في حالة ما إذا كان السرعة مطلوبة بالمول على السكوند في الأسف، نعود نحاولوا. قلت لكم من قبل أنه ميلي مول، كلمة ميلي هذه ولا الآن الصغيرة هذه عوضوها فقط بعشرة أس ناقص ثلاثة، يعني تصبح على هذا الشكل. وهكذا نكون حسبنا السرعة المتوسطة الحجمية لتشكل سائر بين اللحظتين تي 1 و تي 2. السؤال الثاني وش يقول؟ احسب سرعة تشكل سائر 3 زائد عند اللحظة تي 3 تساوي 8 سكوند. إذا نحسبها مع بعضنا. حساب السرعة اللحظية تشكل سائر 3 زائد عند تي 3. نكتب مع بعض قانون السرعة اللحظية لتشكل أحد النواتج، رمزنا له ب V سائر 3 زائد عند اللحظة تي 3. هكذا القانون هو D N سأر 3 زائد 1 سأر، هذه تكتب ماجسكول على ديت، واللي هو هنا المشتق. قلنا أنه السرعة اللحظية ما نقدروش نحسبها بدون المماس، لذلك المنحنى البياني لازم يكون عندنا. لكن أول حاجة نزيد نوصيكم عليها أنكم لازم دائما تتأكدوا باللي المقدار اللي عندكم في القانون هو نفس المقدار اللي في البيان. عندي هنا القانون بدلالة كمية مادة سائر 3 زائد، وأنا المنحنى البياني اللي عندي أيضا بدلالة كمية المادة تاع سائر 3 زائد، إذا نقدر نرسم المماس عادي جدا. إذا نعود فقط المنحنى. إذا نروح نعينو النقطة
تي 3، يعني اللحظة تي 3 هي 8 سكوند، إذن هي هذه هي تي 3. نروح نديرو إسقاطها على المنحنى، إذن حتكون هنا، هذا هو المسقط تاعها. ونحاول أننا نرسم المماس عند هذه النقطة. المماس قلنا أنه تقريبي، اللي هو أن كل واحد يحاول يرسمه يعني صحيح قدر الإمكان. إذا نحاول، عفوا، يعني في هذه الحالة المماس هنا مقبول، لأنه صح هو يمس المنحنى في نقطة واحدة فقط التي فاصلتها 3. في هذه اللحظة ننساو المنحنى ونبقى نخدمه غير مع المماس. إذا في هذه المرحلة لازم نخير نقطتين من المماس لتكون الإحداثية تاعهم واضحة، يعني نقدر الفاصلة والترتيب سهلين باش نعينوهم. مثلا هذه النقطة، هذه، إذا الإحداثية تاعها سهلين. إذا درت إسقاط حنلقى هنا 12، لازم ندير إسقاط منه حنلقى 1.6. زيد نبحث على نقطة أخرى تكون سهلة، إذا هي هذه نقطة جيدة جدا لأنها تنتمي إلى محور التراتيب. إذا حتكون الفاصلة تاعها 0، والترتيبة كما رانا نشوفو هي 0.9. إذا نحاول نكتبها هنا 0.9. هي مليح ما منتوما عندكم، حاولوا دائما تكتبوا هذه القيم، إذا كانت مش مكتوبة في المنحنى اكتبوها وحدكم باش كي تجيو تحسبوا تجيكم سهل. إذا نسمي أنا هذه النقطة كي ندير إسقاط تاعها على محور الفواصل، حنسميها هنا تي فتحة 1، وبالنسبة لمحور التراتيب حنسميها ان فتحة 1. النقطة الثانية نفس الشيء، هي 12، إذا نكتبها هنا تي فتحة 2. للإسقاط على محور التراتيب نكتب هنا ان فتحة 2. إذا نعوض في القانون تاعنا بالقيم اللي جيناهم، تكون ان فتحة 2 ناقص ان فتحة 1 على تي فتحة 2 ناقص تي فتحة 1. القيم عاودوا لي ونسيتهم ديجا، ان فتحة 2 هي 1.6، ان فتحة 1 هي 0.9. اذا ما نسيتها، 1.6 0.6، 1.6 ناقص 0.9. لا داعي للتحويل في هذه المرحلة، يعني من المستحسن انكم ما تحولوش، خليو نفس القيم. بالنسبة للزمن 12 ناقص، إذا 12 ناقص، نحسبوا النتيجة تاعنا بالآلة الحاسبة، 1.6 ناقص 0.9 تقسيم 12، النتيجة 0.0095. ثلاث أرقام وراء الفاصلة هو كافية جدا، تحبوا تديروا 2 تحبوا تديروا 3، من الأفضل أنكم تديروا 3 باش هكذا تكونوا قد يعني محددين وبدقة. بالنسبة للوحدة عندنا كمية مادة على زمن، والمنحنى البياني تاعنا بالمليمول، والزمن بالثانية، خليو نفس الوحدات مليمول على الثانية. تحبوا تحولوا للمول، ميلي عوضوها ب 10^3، ميلي مول على ألف.
وهكذا نكون أجبنا على هذا الجزء من التمرين. لكن إذا تتذكروا أنا في الحصة الماضية تركت لكم في نهاية الفيديو سؤال، قلت لكم إذا كان القيمة ولا السرعة اللي راني نبحث عليها تكون بدلالة مقدار والمنحنى اللي عندي بمقدار آخر، في هذه الحالة كيف ندير؟ اليوم راح ندير إجابة على هذا السؤال اللي حتكون عن طريق الجزء الثاني من التمرين تاعنا. حضرت لكم جزء آخر اللي فيه هذه الحالة. في هذا الجزء من التمرين يقول من خلال المنحنى البياني التالي الذي يمثل تغيرات تقدم التفاعل بدلالة ألسن، احسب عند اللحظة T3 تساوي 8 سكوند سرعة تشكل شوارد الكروم، السرعة اللحظية لاختفاء حمض الأوكسانيك، والسرعة الحجمية للتفاعل. يعني أعطيتكم منحنى بياني بدلالة كمية المادة، وطلبت منكم تحسبوا لي سرعة تشكل شوارد الكروم، والسرعة اللحظية لاختفاء حمض الأوكساليك، والسرعة الحجمية للتفاعل. نحاول نشوفوا مع بعضنا طريقة حل هذا التمرين. إذا السؤال الأول، الجزء الأول يطلب منا سرعة تشكل سائل 3Z، هي نفسها السرعة اللي حسبناها هذا مين، لكن نحاول في هذه الحالة أننا نحسبوها بدلالة لما يعني في حالة منحنى بدلالة التقدم، وراح تشوفوا مع بعض أننا حين نتحصل على نفس النتيجة. إذا الخطوة الأولى اللي نديروها نفس الشيء، هي أننا نكتب قانون تاع السرعة اللي رانا نحوسوا عليها. إحنا نحوسوا على سرعة تشكل سي آر 3 زيد، نكتب القانون تاعها. إذا إحنا على بالنا باللي هي في سي آر 3 زيد عند لحظة T3 تساوي Tn سي آر 3 زيد على dt. إذا حاولنا أننا نروح نديرو المماس راح نلقاو بلي رانا غالطين، لأننا السرعة تاعنا بدلالة كمية المادة ولكن المنحنى اللي عندي بدلالة التقدم. لذلك واش نديرو في هذه الحالة؟ نروحو للخطوة الثانية. إذا كانت الخطوة الأولى كتابة عبارة سرعة، الخطوة الثانية هي إيجاد علاقة بين ان سي آر 3 زايد والتقدم x، بمعنى إيجاد علاقة بين المقدار اللي كاين في السرعة تاعي في عبارة السرعة والمقدار اللي كاين في المنحنى، لازم نلقاو علاقة بيناتهم. غالبا هذه العلاقة ما تستنتج من جدول التقدم، هو اللي فيه هذه العلاقة، ودائما هذه العلاقات يعني x دائما يكون في النص. كما في هذه الحالة نروحو لجدول التقدم، واش نلقاو؟ جدول التقدم هو شنو؟ هو يوضح لنا كمية المادة في أي لحظة. نروحو للسطر اللي فيه يعني حالة الانتقالية، ونبحثو على شوارد الكروم. إذا هذا هو عمود شوارد الكروم في الحالة الانتقالية، إذا نتحصلو على هذا 2x. إذا كمية مادة سعر 3 زايد في أي لحظة هي 2x، هذا واش نستنتجوه من جدول التقدم. إذا نروح نكتبوها هذه في الحل تاعنا، من جدول التقدم واش لقينا؟ لقينا بلي كمية مادة سعر 3 زائد في أي لحظة تساوي 2x في التقدم في أي لحظة. هل هذه علاقة بين المقدارين؟ نعم، وبتتقولوا بلي هذه علاقة بين مقدارين. إذا كان القيم المتغيرة ولا المجهولة في هذه العبارة هي القيم اللي نحوس نديرو علاقة بينها، يعني إحنا نحوس نديرو علاقة بين ان سي ار 3 زايد، هاي عندي ان كمية مادة سي ار 3 زايد، ومع التقدم عندي التقدم اكس. هل عندي مقدار آخر؟ نعم عندي 2 هنا، لكن 2 هو عدد حقيقي معلوم، إذا
هذا كافي. إذا هذه علاقة، لكن لو كان لقينا باللي فيها حاجة أخرى، مثلا ان حاجة، هذا كمثال فقط، ان سي او 2، ولا في الحالة هذه ما تعتبرش علاقة بيناتهم، لازم هذه القيمة تكون أيضا معلومة، لأن إذا كانت هي مجهولة حتى ما تبقاش علاقة بين هذو الاثنين فقط، يعني بين كمية المادة تاع شبكة الكروم و إكس، لازم القيم اللي تبقى مجهولة هي تاع هذو الاثنين فقط. إذا هذه هي العلاقة بين كمية مادة شبكة الكروم والتقدم إكس. واش ندير من هذه العلاقة اللي وصلنا لها؟ نحاولوا من هذه العلاقة نصل إلى عبارة السرعة. إذا مش لازم نديره باش نصل لهذه العبارة؟ كما رانا نشوفه، هنا عندي ان وهنا عندي ان، لكن في عبارة السرعة ان هنا مع المشتق. إذا نحاولوا واش نديرو؟ اشتقاق العبارة اللي لقينا. إذا مش نكتبوه هنا بالاشتقاق، بالنسبة الزمن نجد الاشتقاق بالنسبة للزمن، يعني كل متغير ندخل عليه دي على دي المتغيرات فقط، نجد دي ان سعر 3 زايد على دي تساوي 2 في دي اكس سور ديت. طريقة الاشتقاق حنزيد نشرحها لكم بعد حين، نكمل فقط هذا الجزء. إذا وصلنا إلى هذا العبارة، درنا الاشتقاق وصلنا لهذا الجزء. كي نديرو مقارنة في كل مرحلة، يعني كل مرحلة نديرو دائما نديرو مقارنة مع عبارة السرعة. وين وصلتو؟ وصلنا إلى عندنا مشتق كمية مادة شوارد الكروم، وهنا عندي أيضا مشتق كمية مادة شوارد الكروم. هذه القيمة واش تساوي أيضا؟ هي نفسها سرعة تشكل سي آر 3 زايد. إذا نقدر نكتبه هنا كأنه هذه هي نفسها في سي آر 3 زايد، لكن إحنا ما نكتبوهاش هنا للتنظيم، نديروها هي العبارة الأخيرة، يعني ومنه V سأل 3 زائد تتلحظة تساوي 2 في TX على TT وهكذا. تحصلنا على عبارة سرعة تشكل سأل 3 زائد بدلالة التقدم X، يعني كي عندنا هنا مشتق اكس نقدروا نديروا المماس في المنحنى تاعنا. الان قبل ما نبداو نديروا التطبيق العددي، حاول فقط نشرح لكم جزء بسيط هو كيفية الاشتقاق. كيفية الاشتقاق، احنا مالفين في الرياضيات، مثلا عندي عبارة ا اكس، هذه العبارة حاب نشتقها، ثم مباشرة مش راح تقولوا لي المشتق تاعها هو ا، لكن هي في الأصل هي راهي أ في واحد. تقولوا لي الواحد هذا منين جا؟ هي في الأصل قبل ما نكتبو أ مباشرة، مشتق أ إكس هو في الحقيقة أ في مشتق إكس، هذه تعرفوها أيضا. هذه حاولوا نكتبوها نفسها في الفيزياء، نعرف لكم بلي في الفيزياء ما نستعملوش هذا الرمز تاع المشتق، نستعملو رمز دي اكس على دي تي. اذا اذا كان عندي عبارة بهذا الشكل ا اكس حبيت ندير لها اشتقاق، بالاشتقاق واش حنلقاو؟ هي ا، يعني نفس الشيء ا، لان ا عدد حقيقي معلوم، اذا ما نقدرش نشتقوه. أ في نزيد نديرو مشتق إكس، نكتبوه بهذه الطريقة اللي شفناها دي إكس
على ديتا. يعني احنا في هذه الحالة انا نشتاق بالنسبة للزمن، لكن انتم قولوا فقط انا قاعد نشتاق، نساوي هذاك الزمن. اذا كانت عندي من الشكل ax زائد b في الرياضيات، واش ندير؟ اخي هي المشتق تاعها a في مشتق x، و b تروح لانها ماهيش ما كاش ماشي جداء. هنا a راهي مضروبه في x، انما هنا راهو مجموع. اذا بهذه الطريقه نفس الشيء بالنسبه للفيزياء. اذا كانت عندي ax زائد b حبيت نشتقها، هتكون a في dx على d. عاود نذكر a مشتقيناهاش، ما درناش حنا دي a على d لانه a عدد حقيقي عنده اي قيمه معينه. اذا لازم نكتبه باللي انه حيث a ينتمي الى r. كما في الحاله تاعنا هذا مين كانت عندنا كمية مادة سعر 3 زائد تساوي 2 إكس. كي درنا الاشتقاق هذه متغير، كمية مادة متغيرة، إذا دي أن على دي تي. وبالنسبة ل 2 إكس يعني هي كأنه مكتوبة أ إكس. خنديرو أ في مشتق إكس، أ تاعنا هي 2 في مشتق إكس دي إكس على دي تي. وبالتالي هذه هي طريقة الاشتقاق، طريقة سهلة جدا. نعود نولي للتمرين تاعنا. إذا 2 في دي إكس على دي تي، وصلنا لها دي إكس على دي تي يعني المشتق. نروحو المشتق يعني مباشرة يروح بالكم من للمماس. اذا حنا نروح نجيب المنحنى البياني بدلالة x. عندنا منحنى بياني هنا واضح اكثر. نحاول نكبره اكثر. اذا اللحظة تاعنا هي اللحظة تي 3 تساوي 8 سكوند. راح نعينو هذه اللحظة. إذا هنا هذه هي تي 3، راح نعينو الإسقاط تاعها المنحنى هنا، هذه هي النقطة. راح نرسم المماس عند هذه النقطة كما درنا المرة الماضية. حاولوا انكم ما تغلطوش في المماس لانه هو اصلا حاجة تقريبية. اذا هزيتوا القيم تاع النقاط ايضا تقريبية، حين في كل مرة تزيد نسبة الارتياب في النتائج تاعكم. اذا هكذا نكون رسمت المماس. نحاول نعين نقطتين. اذا في المرحلة حين نتجاهل المنحنى نبقاو نخدمو غير مع المماس، نحاول نعين نقطتين منه تكون احداثيتهم واضحة. مثلا هذه هذه النقطة الإحداثية تاعها هنا 17، ومن هنا 0.95. نزيد نبحث على نقطة أخرى واضحة. نعم هذه مثلا إحداثية تاعها كي ندير إسقاط حنلقى هنا 5، ومن هنا حنلقى 0.6. إذا ندير تسمية تاع يعني إسقاط لهذ النقاط. إذا هذه بالنسبة للنقطة الأولى كي ندير إسقاط على محور الأزمنة حتكون هذه هي تي فتحة 1، وكمية المادة نسميها أن فتحة 1. نفس الشيء بالنسبة للنقطة الثانية، ت فتحة 2 و ان فتحة 2.
نعينهم باش يجيو لي ساهلين من بعد. اذا كي نعاودو نوليو للقانون تاعنا، اذا نكتب حافظوا على نفس الترتيب، احنا اثنان هذا نخليها اثنان، في دي اكس على دي تي هي ان فتحة اثنان ناقص ان فتحة واحد على تي فتحة اثنان ناقص تي فتحة واحد. نكتب هنا وتساوي اثنان في، ديرو التطبيق عددي، ان فتحة اثنان ناقص ان فتحة واحد هي تنهي ان فتحة اثنان 0.95 ناقص 0.6. نكتب .95 ناقص 0.6 على الزمن مشدينا T2 تفتح 2 ناقص تفتح 1 17 ناقص 5 على 17 ناقص 5. نحسب النتيجة على الحسبة، في 90 ناقص 0.6 تقسيم 17 ناقص 5. النتيجة تحصلنا على 0.058 ميلي مول على الثانية. احنا وش كنا نبحثو؟ على سرعة تشكل سأل ثلاثة زائد وفي هذه السرعة احنا حسبناها هدامين، تحصلنا على نفس النتيجة اللي لقيناها هدامين، 0.058 ميلي مول. هذه بالطريقة اللي بدلالة التقدم. كنا نعود نروح ونشوفو كما حسبناها بالمنحنى البياني تاع السرعة تشكل منحنى بياني اللي فيه كمية مادة سائل ثلاثة زائد، حصلنا على 0.059 يعني تقريبا نفس النتيجة، اختلاف فقط رقم ثالث بعد الفاصلة، يعني هذا لا يضر. ما تنساوش بلي رانا درنا مماس تقريبي، والقيم والنقاط اللي عيناهم هي النقاط قادر نكونوا غالطين شوية في إحداثية تاعها، يعني ومع ذلك تحصلنا على نتائج قريبة. هذا دليل على أننا صحاح، وبالتالي بينا بلي أنه ما يكونش عندنا المنحنى البياني اللي فيه المقدار الفيزيائي اللي رانا نحوسو عليه في مقدار فيزيائي آخر، هكذا كنا قدروا نحسبوا أي سرعة كانت. نزيدو نكملوا التمرين تاعنا اللي كنا فيه هذين. إذا ثانيا قالك احسب السرعة اللحظية لاختفاء H2 C2 O4 باستعمال المنحنى البياني بدلالة إكس. ما تنساوش بأننا نحسب عند اللحظة تي ثلاثة، يعني دائما سرعة لحظية. إذا نروح نحسبها، حساب السرعة اللحظية لاختفاء H2 C2 O4 تمت الأكسل. اذا واش قلنا؟ الخطوه الاولى نروحو نكتبو قانون هذه السرعه. احنا على بالنا بلي سرعه اختفاء H2 C2 O4 عند اللحظه تي 3 هو ناقص تي ان H2 C2 O4 على تنساوش هاد الحاجة اللي دايما دايما بزاف اللي نساوها، ناقص هذه. بعد كي يوصلوا للنتيجة حين يلقاو السرعة سالبة باش يتفكروا باللي ما داروش ناقص هذه. إذا من الأول لازم تفكروا عندي سرعة اختفاء لازم ندير هنا ناقص. ثانيا العلاقة بين المقدار اللي عندي في القانون والمقدار اللي عندي في المنحنى. إذا العلاقة بين في القانون عندي كمية مادة H2 C2 4 واللي في المنحنى هو التقدم إكس. دائما كما قلنا هي في معظم الأحيان من جدول التقدم، شرط إذا كانت تتعلق بكميات مادة وتقدم
هذه يعني 99.99% تلقاها من جدول أعتقد. نجد، نروح نشوفه في جدول التقدم. مش عندنا، نبحث على العنصر الكيميائي، الفرد الكيميائي تاعنا هو حمض الأوكساليك. ها هو في الحالة الانتقالية، ها هي كمية المادة تاعو 3 ناقص 3 إكس. إذا نروح نكتبوها عنا من جدول التقدم، لقينا باللي كمية مادة حمض الأوكساليك في أي لحظة هي 3 ناقص 3 إكس. هل توجد مجاهيل في هذه العبارة؟ عندنا فقط كمية المادة و إكس، أما 3 فهو عدد حقيقي، وبالتالي نعم هذه نقدر نسميها علاقة بين هذ المقدارين. إذا نحاول الآن من هذا العلاقة نوصل لعبارة السرعة. عبارة السرعة دائما نشوفوا للطرف الثاني اللي فيه كمية مادة، ولا هذا هو نشوفه ليه. إذا أنا عندي هنا مشتق كمية المادة سالب، وهنا عندي كمية مادة فقط. إذا مش نبدأ، أول خطوة نديرها هي الاشتقاق. بالاشتقاق بالنسبة للزمن، هذه العبارات دائما نديرهم كما هنا قلنا بالاشتقاق بالنسبة للزمن، قلنا من جدول التقدم قبل ما جاوبنا على السؤال كتبنا هذا، مش راح نديروا الخطوات العلاقة بين كمية المادة والتقدم. هنا حساب السرعة اللحظية، دائما بينوا واش راكم رايحين ديروا باش تكون ورقتكم منظمة. دائما توصياتنا راح تكون الباك ان شاء الله. اذا بالاشتقاق بالنسبة للزمن، الان 2 × 2 = 4 على dt تساوي 3 ناقص 3 إكس. يعني كأنه عدنا كي نديرو لها مطابقة مع الرموز كما كنا نديرو قبيل، 3 ناقص 3 إكس كأنها مكتوبة من الشكل b ناقص a إكس، كأنها هكذا كنا في هذه الحالة. كيف قلنا الاشتقاق؟ إذا حبينا نشتقو هذه العبارة واش نديرو؟ في ب هنا ما تتحسبش لأنها غير مضروبة في المتغير إكس، إذا مش تبقى لنا ناقص أ في مشتق إكس في هكذا. إذا نفس الشيء نديروها في الفيزياء، مش تبقى لي ناقص 3 في مشتق إكس دي إكس على دي. إذا وصلنا الآن إلى مشتق كمية المادة، نزيد نعود نديرو مطابقة مع عبارة السرعة، نلقاو بلي عندنا نفسها، إنما هنا عندي ناقص. إذا بالضرب في ناقص 1 ناقص 1 نجد هذه كي نضربوها في الناقص حنتحصلو مباشرة، يعني هنا فقط لربح الوقت حنكتب لكم مباشرة 2 × 2 = 4 تساوي. إذا إذا ضربنا في ناقص 1 راح نحصلوا على 3 في dx على dt. وهكذا وصلنا إلى عبارة السرعة بدلالة التقدم x. إذا نحاول نحسب السرعة في 2 × 2 = 4 تساوي عند لحظة 3 عفوا هي 3 في dx على dt. نروح نرسم المماس، نعين نقطتين، هذه الخطوات احنا كامل دراهم هذا وين في المنحنى البياني تاعنا، عفوا المنحنى البياني تاعنا. نفس المماس بما أننا dx نفس المنحنى عند نفس اللحظة، مازلنا عند نفس اللحظة، إذا هو نفس المماس، لا داعي للتغيير، نبقى محافظين على نفس النقاط تاعنا، هي درت نفس اللحظة لربح الوقت. إذا n فتحة 2 ناقص n فتحة 1 على t
فتحة اثنان ناقص ت فتحة واحد وتساوي ثلاثة في 0.93 ناقص 0.6 في 0.6 نسيت 0.6 وبالنسبة للزمن 17 ناقص 5 إذا نصبها 17 ناقص 5 نحسبها بالآلة الحاسبة 3 في 0.95 ناقص 0.6 على 17 ناقص 5 النتيجة 0.075 الوحدة ميلي مول على الفن. الآن نروح نشوف السؤال الثالث شنو هو. احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة T3 تساوي 8.8 إذا نحسبها. إذا السرعة الحجمية للتفاعل نعرف القانون تاعها شفناه المرة الماضية هي في فوليميك تساوي واحد في تي يعني مقلوب الحجم الكلي في مشتق التقدم على بالنسبة للزمن وهي بالتعويض تكون واحد على في تي في مشتق اكس دي اكس على دي تي يعني نحافظ على نفس المماس نفس النقطتين وبالتالي نفس القيم ان فتحة اثنان ناقص ان فتحة واحد ت فتحة اثنان ناقص ت فتحة واحد وتساوي نديرو التطبيق على دي واحد على في تي الحجم الكلي كان 200 ملي لتر يعني 0.2 لتر دائما حولوا الى اللتر الحجم هذا من المستحسن دائما يحول الى اللتر في ان فتحة اثنان 0.95 ناقص 0.6 تقسيم 17 ناقص 5 وتساوي نحاول نحسبها بالآلة الحاسبة ناقص 0.6 على 17 ناقص 5 في 1 النتيجة حتكون 0.15 ملي مول لأن التقدم في المنحنى بالملي مول على هي سرعة حجمية إذا وحدة الحجم اللي استعملناها هنا هي اللتر إذا لتر في الثانية لأنه المنحنى بالثانية وهكذا نكون حصلنا على السرعة الحجمية للتفاعل ونكون وصلنا إلى نهاية التمرين إذا شفنا التمرين بجزئين استعملنا في كل جزء منحنى معين الأول كان بدلالة كمية المادة والثاني بدلالة التقدم وشفنا كيفية حساب السرعة إذا كان المنحنى البياني يحمل مقدار مختلف عن المقدار الموجود في السرعة ولهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو تاع اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا إذا كان عندكم أي استفسار ولا أي سؤال أرجوكم خليوه في كومنتار سواء على صفحة اليوتيوب ولا صفحة الفيسبوك ولا في السيت تاعنا في الفيديو الجاية إن شاء الله راح نشوفوا آخر جزء من الدرس الأول اللي حتكون فيه فقط مجموعة من التعريفات ومثلا راح نشوفوا زمن نصف التفاعل أنواع تفاعلات العوامل الحركية ومجموعة من الأمور إن شاء الله إلى ذلك الحين نتمنى أنكم تقرأوا مليح وتجيبوا لنا نتيجة مليحة إن شاء الله في البكالوريا إذن بالتوفيق إلى اللقاء